تحية نضالية عالية للأساتذة القابضين على الجمر في هذه الأثناء. نتعرض إلى جميع أشكال العنف والترهيب الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نقول بأننا لن نتنازل عن مطالبنا المشروعة حتى نضمن وظيفة عمومية إسوة بإخواننا المرسامين. نقول بأننا اعتقالاتهم وتهديداتهم ومحاكمهم لن تثنينا عن تحقيق المطالب
لأن هذا حق يضمنه لنا الدستور، وحق الإضراب حق يضمنه الدستور. إذا لماذا نحن كدولة ديمقراطية نتبجح بهذا المصطلح، في حين نجد أن معظم أساتذة يتعرضون إلى الركل والضرب والتعنيف من السلطات القمعية. إذا رسالة نوجهها للسيد الوزير بأننا لن نتنازل أبدا عن حقنا، ونقول له بأن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لن يتنازلوا حتى تحقيق المطالب المشروعة، وللحديث بقي إن شاء الله في أشكال نضالية قادمة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أساتذة، لسنا من هواة الإضراب ولسنا من هواة الفوضى، ما خرجنا للشارع إلا مطالبة إلى المطالبة بحقوقنا. لا نطالب بريع ولا نطالب بحقوق غير مشروعة ولا نطالب بامتيازات غير دستورية، نحن خرجنا فقط للمطالبة بحقوقنا، الحقوق التي يكفلها الدستور ويكفلها القانون لكل مواطن مغربي. لكن في كل خرجاتنا نتفاجأ بالقمع والترهيب، ونتفاجأ باللامبالاة من طرف المسؤولين عن هذا الملف الذي طول وعمر طويلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.